مسيرة شاقة وطويلة نحو الحرية، مهرها 27 عاماً في السجن، تكللت ليس فقط بإنهاء حكم الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وإنما أيضاً بتقديم نموذج عالمي في القفز على جراحات الماضي من أجل مستقبل يظلله التسامح وقبول الآخر. نيلسون مانديلا أو ماديبا، وتعني العظيم المبجل في اللغة المحلية، ولد في 18 من يوليو عام 1918، تشرب رؤية المهاتما جاندي في المقاومة السلمية ليقود شعبه إلى النصر في نهاية المطاف، لكنه كان نصراً لقيم الإنسانية والحضارة أولاً، لأنه لم يشمل أي عمليات انتقام أو تشفن. درس القانون وانتمى باكراً إلى التنظيمات السياسية المناوئة لحكم الأبرتايد، وخاض مع المؤتمر الوطني غمار المقاومة المسلحة رداً على عنف السلطات البالغ بحق السود، قبل أن يتبنى بالكامل رؤية اللاعنف التي قدمته إلى العالم بأسره واحداً من أكثر شخصيات القرن العشرين احتراماً. بقي ماديبا في سجن جزيرة روبن إلى عام 91 ليحصل بعد الإفراج عنه مع رئيس جنوب أفريقيا السابق فريدريك دوكلير على جائزة نوبل للسلام عام 93. وفي العام الذي يليه اكتسح مانديلا انتخابات الرئاسة ليضحي أول رئيس أسود في هذا البلد الذي عانى ويلات العنصرية عقوداً. عام 99 فضل مانديلا أن يغادر سدة الرئاسة، مفسحاً في المجال لنفسه أخيراً أن يولي اهتمامه الأكبر لقضايا عالمية على رأسها السلام ومناهضة العنصرية ومحاربة مرض الإيدز. مثل مانديلا لعقود رمزاً عالمياً لكفاح الإنسان من أجل حقوقه، كما قدم نفسه أيقونة في التسامح والزهد.